واحد ساعة انتر منه هذاك الولد وجبد المضاو وضربوا رجله، قطع له الأعصاب رجله. ثم قال لي ولدك العصبة عندهم قطعة كاملة. صوت واحد بقى لي في ودني ما عمري نساه، ولدي كيغوت وكيقول لي انا كنعرف نعمل حتى شي حاجه في حياتي، اماما المستقبل ديالي ضاع. تلاقاه قال له شنو وقع؟ قال له انا كنت كندابز ومحمد خالي فارقني وضربته. هذا الاعتراف هذا شهد به السيد عند البوليس، عملوا له مواجهه في الكوميساري. كيقول انا ضربتك اخي محمد، شو ما عليك، ربي هو اللي غيخلصك على الهضره اللي كتقول. بدا يزيد يكذب له في وسط وجهه ينكر كل بروده. حد الساعه لابس القندوره في رمضان والعواشر وكيدور في المحل ديال الطرح حدايا في الباب ديال الدار حر. السلام عليكم، انا الام ديال محمد الشنتف، لاعب ديال اتحاد طنجه، حارس. القضيه كانت نهار 11 في شهر 2، هذاك النهار فاش تعرض ولدي للحادثه. ولدي كان طالع ماشي غير الحلاق يحسن، لان كان ماشي مسافر، لا غدا كان ماشي مسافر، كان عنده بارديدو في الرباط. منين مشى طالع البرشيفه داز على الكامبوس ديال القرب اللي كاينين برشيفه، تما تلاقاه واحد الدري قالو يلا تمشي معايا نلبس حوايجي وانت انا ماشي الحلاق. قالو مشي لبس واجي انا نمشي معاك. بقى ولدي مع الدراري كيتسنى الاخر. ديك الساعه قال لي شوف جوج الدراري كيدابزو، ملي شفت فيهم جبرت فلان كيعرفو. ديك الساعه دخل يفارقو، دخل على اساس داك الولد اللي كيعرف دخل يفارقو. قال لي تفاعات هذا وبعات هذا من بعضياتهم، واحد الساعه انتر منه هذاك الولد وجبد المضاو وضربو رجله، قطع له الاعصاب ديال رجله وخلاه طايح ومشى كيجري من موري اخر اللي كان كيدابز معاه. المهم ديك الساعه ولدي بقى تما طايح، لا بينا عيطوا له الناس تجمعوا عليه، الرياض كان عامر بالناس والكامبوس وداكشي جوقوا عليه الناس عيطوا له. لا بينا جا ديك الولد اللي كان مشى يلبس، بقى ولدي طايح غرق في دمه كيغوت كيغوت على المدرب. واحد المدرب تما كيدرب الصغار كيقول له اعتقني بسميته، كيغوت وكيقول له اعتقني، حيد له الكاسادوره من طهره وربط له رجله لان النزيف كان قوي بزاف. جا ديك الولد لقاه هيداك ما صبرش يتسنى لابيناس، مشي يقلب على شي طوموبيل باش يجي يعتقو. قال لي كنت ماشي نجيب اختي. تلاقى هذاك المجرم الاخر، تلاقاه قال له شنو وقع؟ قال له انا كنت كندابز ومحمد خالي فارقني وضربته. هذا الاعتراف هذا شهد به السيد عند البوليس ومشى للمحكمه، ومع ذلك السيد باقي في سراح مؤقت مطلق، يعني باقي ما اعتقلوش. هزو ولدي هبطوه لابيناس، عيط لي السيد انا ما شفتش التليفون، عيام يعيطوا. منين شفت عيط قال لي الحق ابنك راه دات لابيناس محمد الخامس، وانا عندي دراري صغار ما نقدرش نخليهم بوحدهم. مشيت انا كنجري محمد الخامس، لقيت ابني في واحد الحاله خايبه بزاف، واحد النازف بزاف. بقيت كنغوت ما بغيتش هذيك الحاله تشوف اشي ام اولا تدوز منا. لقيت معها البوليس كانوا كيسقسيوها، ولدي كانوا مي كيبغيو يجاوبهم كيرشعوا له الماء، هيدا يرشعوا له الماء كيفيق كيفيق عاوت كيرجع يغيب. ولدي ما عطاهمش السميه ديال الولد، قال لهم انا دخلت نفارق وما عطاهمش التفاصيل، قال لهم ما عرفتوش، ولكن هو عارف. ملي عرف الحاله اللي هو فيها قلت له علاش ما قال لي ما انا حاسب عندي جرحه نخيطه وغنخرج بحالي. انا التركيز ديالي كامل كان عندي على الصفر، ماشي خصني نخيط دغيا ونخرج بحالي، ما عارفش انا رجلي تقطعات، يعني العصب مقطعين وداكشي. المهم انا وشفت ولدي في ديك الحاله وديك النازف شي كيغوت من هنا شي كيهضر من هنا، وما كاين لا حتى شي حاجه. في الليل هزيت ولدي ديته للكلينيك، تما قال لي ولدك العصبه عنده مقطعه كامله. صوت واحد بقى لي في ودني ما عمري نساه، ولدي كيغوت وكيقول لي انا كنعرف نعمل حتى شي حاجه في حياتي، اماما المستقبل ديالي ضاع، انا حياتي هي الكره، انا كنعرف نلعب الكره وكنبغي الكره، الا 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 تقطعت لي العصبه انا مشى لي المستقبل ديالي. صافي انا تما تصدمت، ما بقيت لا كنهضر ولا حتى شي حاجه، وليت بحال شي واحد بحال شي عماشه الهضره كدوز قدامي، ما كنستوعبش بيها شنو هي. 10:30 الصباح دخل ولدي للعمليه، ما خرج ولدي تن 3 الا ربع العشيه، خرجوا لي ولدي. منين خرج الطبيب
قال لي لا ما عندي ما نخبى عليك، انا دخلت نعمل العمليه على اساس العصبه مقطعه، ولكن لقينا له كل شيء مقطع، قالوا غير العظم. قال لي هاد الضربه هذه كان باغي يطير له رجله في مره كامل، حيتاش انا الليله اللي عمل ولدي العمليه السبت جا عندي بالليل على رجله جا عندي للكلينيك كيبكي وكيقول نولدي انا تقطع يدي قبل ما نقطع عليك رجلك، هادشي قدامي وانا كنشاهدو بعيني. ملي نخرج من عند ولدي من الباب الكلينيك، يجلس في الباب الكلينيك ما بغاش يمشي يركب مع باه في الطوموبيل، كيقول له اديني اقرب كوميساريا، انا مجرم، انا غصبت الولد الناس في المستقبل ديالو وفي صحته، اديني الكوميساريا، انا ما نقدرش نعيش مع هذا الذنب. كيقول نبا هايد ركبوا باه في الطوموبيل وداه. لا غدا جانا الخبر بانه هربوا الحد. العائله كانت الوقت كامل معايا في الطبيب، لا حاليا كيطلبوا السماحه، دابا ما عيطوليش. لا من نهار اللي خرج ولدي من الطبيب جاتني عندي يماه وخالته، جاو عندي للدار كيطلبوا مني السماحه، نسمح لهم خصهم ما نديش الشهاده للبوليس، شهاده طبيه ما توصلش للبوليس، يعني انا ما نكملش الاجراءات في البوليس، يعني ابنهم يبقى حر، يعني الملف ديالو ما يتوسخش على بيض، بحال اللي عمره ما هاز المضاف، بحال اللي عمره ما ضرب ولدي. السيد ضرب ولدي حتى الا كان ولدي الحاله ديالو الصحيه مزيانه ولا مزيان، وقال لي الطبيب راه نشوف ولدي كيتحسن قدامي على ما بيا ديك الساعه نسمح له، ولكن انا باش نسمح له وانا ولدي باقا ما عارفاش واش غدا يصبح ميت واش غيعيش. ولدي الله خرج من العمليه ما قدرش ما نعملش الاجراءات، ما كيقول لك لا كيصيفطوا لي الناس ما تكملش في الاجراءات، ما ديش الشهاده للبوليس، حنا غنعملوا حنا غنفعلوا حنا ولكن ديك الشيء غير في الزنقه غير على برا الهضره خاويه، ما كاينه حتى شي حاجه. انا ديت الشهاده للبوليس وعملت الاجراءات ديالي، من مر ما ديت انايا الشهاده جوزو واحد اليومين جا ودا الاقوال لولدي، جا الدار البوليسي ودا الاقوال وجاب تصويره د الولد خرجوها من السيستيم البوليس، قال لهم هو هذا رانا عارفو كنعرفو مزيان ولا شفتو ملي ضربني. انا ما بغيتش نقول لكم حيتاش ما كنتش باغي ناديه لان حاسب عندي غير جرحه، ولكن باش يكونوا العصب عندي مقطعين هاد السيد تعدى عليا وقطع لي رجلي ومستقبلي. قالوا انت غير ارتاح وديها في صحتك وحنا غنقومو باللازم، السيد حنا غنجيبوه وغيمشي يتربى، الشهاده فيها 61 يوم راه عنده الحبس، هذه هي الهضره، وحنا غيدخل في الروشيرش في ما كان غيجي. لان كانوا كيوصلوني تهديدات لانه ما غتلحق والو ما غتدي والو، مشات للمخزن تشرى من البحر هي وبنا، كانوا كيوصلوني هاد الهضرات هادو. قالوا لي فاطمه شنتوف، قلت له نعم. قال لي جيب ولدك واجي عندنا لابيجي د العوامه، راه الولد اللي ضرب ولدك شدينه. فرحت قلت الحمد لله العذاب اللي داز عليا وطلعوا الهبوط، راه ولدي صافي راه السيد شاد غيمشي يتحاسب غنتهنى. ملي مشيت للكوميساريه كنلقى السيد سلم راسو ما تعتقلش، جا سلم راسو في الدائره اللي كان فيها الملف الاول دائره 4، وجاب شواهد طبيه وما عنده حتى علاقه بابني، كيتبرأ من ابني نهائيا. الشواهد الطبيه ديالو بانه هو كان طالع من عند من الخدمه من عند باه من المحل وتعرضوا له شي دراري وقريساوه وضربوه حتى دخل في الغيبوبه وما عقل حتى لا شي حاجه. خالته اللي جابته للكلينيك مي كيقولوا له هادي شكون هي، كيقول له ما عرفتهاش. عملوا له مواجهه في الكوميساري، كيقولوا انا ضربتك اخي محمد، شو ما عليك ربي هو اللي غيخلصك على الهضره اللي كاسبه، مجرم ما قدوش داكشي اللي عمل له، ديك الالم اللي دوز عليه وديك النازف اللي جاز عليه وديك الحرق اللي جاز عليه والحالة اللي سبب له فيها والمستقبل اللي يزيد يكذب له في وسط وجهه وينكر له كل برودة. يعني اش غتعمل؟ يعني انا عوضت الطريق قبل ما نجي. منين في التقديم الاولاني كان عندي انا شاهد واحد كيقول بانهم عائلته كانوا في الطبيب وبانهم كانوا كيقروا يهضروا مع المدرب ديالو بالصلح، هذاك الشاهد ما خداوش بعين الاعتبار لان ما كافيش تلقاه. نهار هذاك النهار اللي تلقاه ولدي كان اش عاقل له، مبقاش شي كنتحكم فيه ولا كيترعد كامل ولا كيترعد. ملي جينا بقينا مع شي الاربعه ولا، لان هذاك النهار قال لك غيحيلو على قاضي التحقيق، طلع عندي المحامي ديالي والمحامي ديالهم كيتسناو لان مكتوب حتى النمره قاضي التحقيق في غيدوزو. مين وصلت 3 العشيه قال لك الغاء احاله على قاضي التحقيق، غيحيلو على الكوميساريه لتعميق البحث واحضار الشهود والصراحه مؤقت. واخا هذاك النهار تلقاه ولدي جا فواحد الحاله خايبه بزاف، كان باقي الفطر ما كلام ما شرب ما حتى شي حاجه،
ولاو عندنا التقديم الثاني في رمضان. من مور هذاك الشيء ساقوا الاخبار الناس اللي كانوا في الطبيب وشافوا عائلته وشافوا عارفين كل شيء، مشاو شهدوا في الكوميسارية، مشاو الجيران شهدوا بانهم شافوه داخل الدار، مشاو المدرب ديالو الله يجازيه بخير شهد لانه هو خلص 200 درهم من الباك والولد خلص 300 درهم، وبانهم كانوا في السبيطار وكانوا كيقولوا له دخلنا بالصلح. مشاو الدراري اخرين من كانوا في الطبيب شافوه في الطبيب وشافوه النهار اللي جات هي للدار، كانوا هو جا من الطبيب وجاو عاوتاني عنده واحد الولد اخر. المهم كانوا 5 شهود في التقديم الثاني، وزائد الولد اللي عنده الاعتراف ديالو بانه اعترف له بانني دخالي فارقني وضربته وطلقوه بصراحه مؤقت، خرج حر مع يماه فحالي ما عمل حتى شي حاجه. دابا لحد الساعه لابس القندوره في رمضان والعواشر وكيدور في المحل ديال الباحه حدايا في الباب ديال الدار حر ما على بالوش. المحامي ما قالكش اش من سب اللي خلاه يطلقوه؟ صافي باغي نشاهد في عين المكان، المحكمه كطالب شاهد في عين المكان يجي شاهد يقول انا فلان ضرب فلان تعتقل، ما كاينش شاهد، هو باقي في التحقيق باقي كيبحثوا. حاليا كاين شاهد في عين المكان مشى شهد بيدو جا شهد بان ربي كبير، فهمتي ربي كبير وما كيبغيش الظلم، مشى شهد وشافو كان حاضر وشهد داكشي اللي عارف، ورا الشهاده ديالو كاينه في الكوميساري. دابا التقديم اليوم ما عرفنا شنو غيعملوا مع التقديم نهار الاربعاء. قلت لي شنو كطالب ده؟ انا كنطالب بالعداله، كنطالب القانون ياخذ مجراه. سيد تعدى لي على ولدي، تعدى على ولدي في صحته في مستقبله في نفسيته، وزاد نكره. خصني اقصى العقوبات من هاد السيد هذا باش يكون عبره لواحدين اخرين اللي كيهز المضى ويغصب واحد اخر. دابا هذا ابنك هو الكبير اللي خدام، هذا هو الكبير، انا ولدي هو الكبير. ولدي كان كيبني راسو براسو، كيبني طوبه طوبه، دائما كنكونوا كنتفرجوا لا في المنتخب ولا في شي فرقه، كيقول لي الوالدات انت انا غتشوفني واحد النهار تما، حتى انا غنوصل واحد النهار وغتفتخر بيا. اليوم ملي عيطت ملي عيطوا لي الصحافه وجاو من عندي بس لي راسي وقال لي الوالده كنت تمنيت يجيو عندك الصحافه في ظروف اخر، سنيت شي كونطرا ولا ادي شي كاس ولا عمل شي حاجه ما يجيوش عندك الصحافه في الظروف اللي احنا فيه. ولكن الله غالب قدام ان شاء الله. الحمد لله، انا الحمد لله اللي غير بقالي ولدي ما قتلونيش، لان الضربه اللي عطاه كانت عنده ديال الموت كان غيقتلو، فجاتو فشي بلاصه اخرى كان غيقتلو. انا كنطالب بالعداله، انا كنطالب سيدنا يشوفني ويشوف ولدي الضرب اللي وصلت له انا وعائلتي، كنطالب المسؤولين في هاد البلاد هادي، اي واحد مسؤول على الملفات اللي بحال بني على الملف ديالي، كنقول له ينصف ولدي ويعطيه حقه. الا كانوا هما واقف معاهم فلان ولا فلان ولا انا واقف معايا الله، وكنطلب المغاربه كاملين يوقفوا معايا حتى يدي ولدي حقه. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.